الحمد لله، صباح الخير. اهلا مروه، نورتينا. الله يسعدك. بالبدايه خلينا نعرف شو يعني شعور وشو يعني فعل. هلا الشعور في البدايه اي شيء انا بحس فيه، تمام، ما له علاقه باي اكشن انا عم بسوي. يعني بتحس في شيء هون على طول، سواء خوف، حب، قلق، غضب، اي شيء ما له علاقه بالفعل. الفعل اي رياكشن انا بعمله بايدي، اكل، مش ممكن الكاسة. يكون مش ممكن يكون ردة فعل لمشاعر احنا طبعاً حسيناها. بس هي انا عم بشرح لك اياها كفعل بدون المشاعر. بس دائما الفعل هو عباره مرتبط عن رد فعل للمشاعر، هم مرتبطين مع بعض دائما. طبعا. طب مروه، سالت انا المشاهدين بالبدايه، هل عن جد بالدنيا او زي ما احنا بنوصف الناس هذا شخص عقلاني وهذا شخص عاطفي، هذا بتحكم العاطفه وهذا بحكم العقل او الحكمه، هل عن جد هذا الإشي موجود على أرض الواقع أو لا؟ هلا الناس رح تستغرب صراحة، إحنا ما عنا إنه واحد يا بيفكر يا بيحس، إحنا عنا الجهتين، إحنا في عنا منطقتين في الدماغ، عقل بيفكر وعقل عاطفي. نعم. بس نتاج تربيتنا أو المحيط إحنا عايشين فيه بيكون واحد غلاب على الثاني. صحيح. ومش ضروري يكون مثلاً عاطفية طول الوقت أو عقلانية طول الوقت، في مواقف بكون عقلانية كتير، في مواقف بكون جداً عاطفية حسب ارتباط الموقف بمشاعري أنا. المدخلات والمخرجات. بالضبط. فهي إحنا عبارة عن نتاج تربية أصلاً. يعني إحنا كلياتنا بنفكر وبنحس بنفس المستوى. بس اللهم أنا كيف تربيت، هبة كيف عيلتها، لانا كيف عاشت، كل حدا فينا بتربى بطريقة معينة على أساسها بيكون ردات فعل عقلانية. صح. أو عاطفية. يعني تجاربنا بالحياة ممكن هي تكون سبب في ردة فعلنا لقدام مع المواقف. هي شغلتين، تجارب حياة ونتاج طفولة. إحنا بالنهاية نتاج طفولة. إذا احتياجات النفسية لم تشبع أنا ما رح أكون إنسان سوي. الصندوق استحال. الأسود أنا بسميه. بالضبط. لأنه أنا مثلا عايشة في طفولة معينة طبعاً. أو شخص عاش مثلا بأهل معنفين جدا، كتير بداية أولادهم أو الأهل ما كانوا موجودين. صحيح. طبيعي أنه يطلع خلينا نقول قاسي شوي أو بيكون عاطفي زيادة عن اللزوم. لكن مروة، هو ما بدنا نخليها تكون قاعدة ثابتة، أحيانا الإنسان يهذب نفسه بما يتناسب مع طموحه وأحلامه والصورة اللي بيرسمها لنفسه وبده إياها تنعكس على الواقع. صحيح. هلأ شوفي أحكي لك شغلة، هي قاعدة، هلا احنا مش على القاعده. أوكي. وفي ناس تطلع عنها عن هاي القاعده. صحيح. هلا انا حسب احتياجات النفسيه اشبعت انا بكون سوي. نعم. ما اشبعت بكون الشخص مضطرب. هلا انا بعدين كيف بتدرب على حالي، كيف باخذ مثلا كورسات بتعلم، هون انا بهذب نفسي وبنتقل من انسان مضطرب لانسان سوي. قديش الاحتياجات النفسيه بتاثر على مشاعرنا مروه؟ تخيلي معلومه ان الاحتياجات النفسيه لو لم تشبع عند الإنسان مثلا في الطفولة في المراهقة لما بيكبر الإنسان، إذا لم تشبع بيضل الاحتياج النفسي يزن في رأس الإنسان لحد ما يشبعه لو صار عمره 80 سنة. زي إيش؟ أعطينا مثال. يعني حدا بيدور على الاهتمام، بنت طفلة طبيعي إنها بدها اهتمام وبدها أمان وبدها احتواء من أبوها. إحنا بنحكي عن ذكر، وجود ذكر. ما كان موجود الأب، سواء بسبب وفاة أو بسبب يعني الأب قاسي جدا. فهلا هي ما عاشت هذا الشعور، بتفكر حالها تجاوزت وطلعت بتكون قويه وقد حالها، بس بتلاقيها دائما تدخل بعلاقات سيئه، بتتزوج زواجها مستحيل يكون ناجح. ليش؟ لانه في احتياج بدها اياه بتروح بتعطيه اكستريم لانه انا محتاجيته. نعم. فعشان اخذه وافكر لازم اعطيه زياده عشان انا اخذه، بيعرفوش انه انا لازم اعطيه لنفسي في الاول بعدين لازم تقللي برا. عشان هيك دائما لما بنحكي عن الاحتياجات، وهي طبعا احتياجاتنا يمكن اظن من 7 إلى 10 احتياجات، مش قادره اتذكر العدد بالضبط. الوفره. لا احنا بنحكي تحديدا يعني الوفره بتلبيه الاحتياجات عند الطفوله كثير بتساهم على نجاح وسعاده الانسان فيما بعد. خليني هيك خطر ببالي وانت عم تحكي انه احنا بنقابل كل يوم اشخاص مختلفين بحياتنا. صحيح. ومنستغرب انه في ناس بتفكر بإشي بتحكي إشي وبتتصرف إشي ثالث، ما في ترابط بين الثلاثة. كيف هدول الناس ما بقدروا مثلا يركزوا على الأشياء اللي بيفكروا فيها، الأشياء اللي بيحكوها والأشياء اللي بيطبقوها؟ كيف هدول الإنسان ممكن إحنا نتعامل معاهم، وإذا إحنا كنا منهم كيف نقدر إحنا نشتغل على حالنا؟ هلا شوفوا، إشي نادر جدا لنا لتعرف إن البني آدم عكس اللي بيحكيه عكس اللي جواته، هذا نادر جدا، إلا لما بتكوني من شخص قريب كتير بتعرف شخصيته. بس أحيانا بنحكي العكس عشان بدنا التأكيد عليه أو بدنا نكابر. ما بدي إياكي مثلا تقول لهبة ما بدي إياكي مثلا تحكي معي، بكون بدي إياها تكون لا
عندي احتياج انه لا بدي اسمع منها انا، لا بدي اضل احكي اوكي معك. لا هذه عند الانثى، احكي لك اياها. هلا دائما بنحكي عقليه الرجل وعقليه الانثى في اللي انت عم تحكي، يعني عبتها القصه. لا هي بدك تضل لا هلا هلا بقول لك احنا عندنا شويه انفصام السيدات من لا مو بنحكي لا لا هلا انا بقول لك اياها. هلا من ناحيه نفسيه، شو مالك عند البنت مش زي شو مالك عند الرجل. بمعنى لو اجينا للرجل حكينا له شو مالك بيحكي. بقول لك لا 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 بقول لك ولا شيء. هلا لما يقول لك ولا شيء هو بيكون مكتئب زعلان منهار بس ابعدي عني. اوكي البنت لما بتقول لما نقولها شو مالك بتقول ما مالي شيء، هي منهار وحالتها حاله بس بدها منك مره ثانيه وثالثه بعديها بتقعد 3 ساعات تحكي لك شو مالها. لا ولازم فهي شوفي مش انفصام، لازم انت تكوني عارفه شو مالي. عرفتي يعني ما عندي شعر عن بعد بالضبط انه كيف الطرف الثاني ما حس بالزعل، كيف ما حس بالقصه اللي صارت. فليش احنا بتصير عندنا هاي ردات الفعل؟ هي شوفي سيكولوجيه الانثى هيك صحيح. هي مش انفصام هذا طبيعي فينا انه الانثى بتفكر لانه هي عندها حاسه بتعرف انه الطرف الثاني زعلان من هذا من ربنا. اوكي انه زعلان وبدون ما يحكي. تمام الرجل ما عنده اياها، لازم انت تيجي تحكي له انا زعلانه من 1 2 3 انت عم تقول لي كذا. والرجل يا دوب يلحق على الحياه، لا لا هو تربيه الرجل ورا الحياه بحس موضوع انه بتقيد. يحس صح هي بتقيد هي اللي بتزيد، بس احنا بنحكي عن البيسك تبع سيكولوجيه الانسان كذكر وكانثى. فالاساس تبعهم الرجل ما بيعرف البنت بتعرف. هلا بتيجي تربية البني آدم يا بتزيد الموضوع يا بتقلله. نعم بس احنا بنحكي عن اساس نفسي. طب خلينا نحكي عن الفعل اليوم. أوكي. احنا متعودين انه احنا نحكي كثير وبنضل مصرين انه لا هو الاشياء الحقيقية بدنا نترجمها بالفعل. أوكي. ولما نشوف اشخاص بحياتنا بس عم بيعملوا الاشياء بدون ما يحكوا او بدون ما نكون احنا حاسين انه هذا الشيء بده يصير، بصير بالنسبة لانه الغير متوقع بفاجئنا طبعا. أوكي. برضو من هون منضيع بين هدول المشاعر بين الشعور وبين الفعل، مع أنه الترجمة الحقيقية والحقيقية هو الأفعال طبعا. كيف نقدر نوازن؟ لا هي مش الترجمة الحقيقية الأفعال، حتنصدمي منها أنه دائما إحنا عنا الشعور أقوى بمليون مرة من الفعل. بس شو الفائدة مروة أضل أقول لك أنا بحبك أنا بموت فيك أنت حدا عندي كتير مهم وأفعالي ما بتدل على هذا الشيء، بينما شخص تاني ممكن أفعال تكون كلها بتدل على الحب بس ما بيحكي ما بيعبر عن مشاعره. أشرح لك بعمق أكثر. يلا هلا إحنا بنفكر بس بالأشياء البرانية اللي إحنا بنعيشها، بس لما نيجي نحكي على أساس نفسي الشعور أساس عشان أوصل الفعل. إحنا شو دائما بنقول في جملة نفسية غريبة إنه أنت بتأخذ ما تشعر به اتجاه ما تفكر فيه. بمعنى أوف حلو. أنا بدي أطلع المقابلة اليوم عندي فكرة، هذه فكرة إنه أنا بدي أطلع المقابلة اليوم. شعوري أنا ما بقدر، أنا بعرفش أحكي، أنا بخاف. شعوري هو اللي حيصير بالفعل، يا إما ما رح أطلع يا إما حطلع ما رح أحكي. تمام. فهي إحنا أساس شعور بننتقل لفعل، بس أنا بهمني يعني نفوكس أكتر ونركز أكتر على الشعور عشان أوصل الفعل اللي أنا بدي إياه. تعالوا نطلع أغلب اللي إحنا عايشينه بيكون عندي شعور معين وعندي فكرة وبيجي عكس اللي أنا بدي إياه. طب ليش أنا باجي بحكي طب أنا بدي أنجح في امتحان كذا أو بدي أعمل هذا الإشي وبكون متحمس وبدرس وحالتي حالة أو بلاش على دايت. تلاقي كل البنات تعمل دايت وبتموت أشهر ما بتنحف، واحدة بتيجي بتعملها دايت أبو شهرين بتنحف وصير أمورها تمام. تعالوا ندرس الشعورين للشخصين، هادي عم تنحف باستمتاع لأنه أنا بإيدي فأنا شعوري عم بيطلع لي نتيجة صح، بينما هذيك عم بتقاوم إنه أنا بدي أنحف ومش قادر وبدي آكل وبتحس حالها محرومة. أي شعور بحسسني إنه أنا عم بعمل إشي عكس اللي أنا بدي إياه نتيجتي دايما غلط، بوصل لنتيجة ممكن يا إما بطول يا إما نتيجة ما رح تعجبني. شو رأيك يا هبة؟ مش عارفة صراحة موضوع كتير غريب وهيك بحسي إنه شغلات كتير ممكن تأثر. بس شوفي مروة إحنا بنوصل لمرحلة بنبطل مهتمين لأي مشاعر لأي أفعال، نصير مكتفيين بنفسنا وإحنا بدنا ننجح لحالنا بدنا نحقق أهدافنا لحالنا. أوكي. مشاعرنا مش مهمة. هاي المرحلة خطرة ولا بتقدري تعتبريها مرحلة نضوج؟ لا طبعا خطره، بس وين في عندي يعني بوينت حلوه في الموضوع هذا. كل ما تركت الشغله باجي بحدد انا بدي هذا الإشي وبتركه رح يجي،
امسك فيه صح مستحيل يجي، زي لما بدور على شغل فعلا، هبه كل يوم بدور على شغل وبتقدم السي في تبعتها بألف مكان، بالاخر بتقول مش مدوره خلاص هي مطوله معي. طب بيجي، طب احنا دائما بنقول لما بنفكر بالشغلات بنجذبها، ليش لما بدنا شيء يصير مثلا ما بيصير؟ انا بقول لك ليش، هل شو الفرق بين الطاقة وبين إنه أنت بدك الشيء مش رح يصير؟ أوكي. أوكي. هلا إحنا لما بنفكر أي إشي بتركز عليه من قوانين العقل الباطن، هو أقوى قانون في العقل الباطن. أوكي. هو قانون التركيز. نعم. أي إشي بركز عليه سواء حقيقي أو مش حقيقي لازم يكبر بواقعي. بس وين لما أنا أركز على إشي وما يجيني بيكون معاي شعور غلط اللي هم كره، الكره، رفض، خوف، مقاومة، تعلق. هدول الخمس مشاعر هم أقوى طاقة جذب سلبية لحياتنا، فلو شو ما ركزت أنا في عندي مشاعر غلط فما رح أجيبهم. صح. فهي نحن نركز على نوع الشعور اللي عندي. إنه أنا مستمتعة حتى لو أنا عندي مصيبة، أستمتع في المصيبة بتوح، أو صح. بيكون شعور اتجاهها الرضا والامتنان والحمد دائما. أيوة. القبول قديه مهم. هي احنا عندنا في ديننا التسليم، في علم النفس احنا نحكي عنها، تقبل اي حدث في حياتك هو اللي بيخليك تتأقلم معه. نعم. او تتعايش معه وتتجاوزه. مروة القيسي تربى عن الموضوع يعني يمس القلوب وكثير مهم، وخصوصا انه احنا بالآونة الأخيرة وما بعد كورونا وخلال جائحة كورونا كان موضوع المشاعر كثير مستفز والناس كثير تخربطت، فاحنا بنحكي اليوم انه المخرجات الصحيحة انك تشتغل على مشاعرك بالبداية عشان تعطي الناس مشاعر أو تلبي احتياجاتهم بطريقة صحيحة عشان تدوم العلاقات. بدنا نشكرك، يسعدك، نتابعك على مواقع التواصل الاجتماعي إن شاء الله. مروة، لأنه صراحة الحديث ممتع جدا وطريقتك كتير حلوة كمان. والمرة الجاي بدنا إن شاء الله تكوني معانا مروة لحتى نحكي عن الأشخاص اللي ما عندهم القدرة أنهم يعبروا عن مشاعرهم. صح، موضوع حلو صراحه نحكي فيه، لان اغلب الناس للاسف واقعين بهذا المطب. صحيح، تخجل او بتخاف ما بعرف. اكيد. شكرا لك مروة القيسي، نورتينا وسهلا فيك. يسعدك، الف عافيه.